بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كلمة وراء تستخدم بمعنى أمام، فهي من الكلمات ذات المعنيين المتعاكسين في اللغة العربية، يعني تستعمل بمعنى خلف وبمعنى أمام بنفس الوقت. ولكن القرآن له دقة مذهلة في استخدام هذه الكلمة عندما يريد أن يعبر عن شيء ينتظرك وهو أمامك وأنت لا تراه. انظروا أيها الأحبة في قصة الخضر عليه السلام، ماذا قال لموسى؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم أي بمعنى أمامهم، لأنهم لم يروا الملك ولم يسمعوا به ربما، فاستخدم كلمة وراءهم ليقول لهم إن هذا الملك هو أمامكم، ولكن بسبب عدم رؤيتكم له استخدم كلمة وراءهم. لأنك إذا أردت أن تفهم هذه الكلمة، هناك آية في القرآن عن الشيطان: ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ما ووري، ما أخفي، يعني الوراء فيها معنى الإخفاء. أيها الأحبة، شيء مختفي عنك تستخدم كلمة وراء، معلم أنه أمامك ولكن لا تراه. طيب، في آية ثانية انظروا أيها الأحبة، قال تعالى يصور لنا لحظة الموت عندما يطلب الكافر المقصر في هذه الدنيا من ربه أن يرجع إلى الدنيا، ماذا يقول؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مع العلم أن البرزخ أمامه، ولكن بسبب عدم رؤيته له استخدم القرآن كلمة وراء ليقول لك إن هذا البرزخ هو أمامك ولكنه ووري عنك، أي أخفي عنك، أي لا تراه. لذلك استخدم هذه الكلمة، وهذا يثبت لنا دقة كلمات القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين.